السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة نينا. دابا غادي نضربوا واحد الدويره خفيفه بالسياره، غنشوفوا بعض المناظر الطبيعيه الزوينه هكايا، وفي نفس الوقت غادي نمشيو للجيفي، واحد المغازان اللي هي فيها الحوايج، فيها الماعن، فيها يعني كل ما يخص المطبخ، البيت، داكشي ديال الديكوراسيون، فيها بزاف ديال المسائل، فيها المكياج، فيها لي زاكسيسوار، فيها كل شيء. يعني دايره تقريبا بهذاك الشكل ديال بابو تماما، وبهذاك الشكل اكسيون شي شويه، ماشي بزاف، حيت اكسيون فيها الاثمنه ارخص وصغيره شي شويه في المساحه ديالها. بقاو معايا باش تشوفوا هذا المكازان جيفي، وغادي نقوموا بواحد الجوله وغادي نوريكم بعض الاشياء اللي كاينه في جيفي، يعني كلكو زارتيكل اللي كاينين تمايا زوينين. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، الا عجبكم كما العاده ديروا لايك، وديروا لايك للفيديو، وتابوناو في لاشين اللي مازال يعني ما مشتركش في القناه، وخليو التعليقات وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. فحنايا دابا قدام جيفي، هي هادي جيفي، فغادي ندخل وغادي نوريكم يعني شي شويه المكازان. اذا حنايا لداخل، فهنايا هاد الجهه خاصه بداكشي ديال لا سال دو بان، داكشي ديال الحمام كما كتشوفوا، هذا الغايون ديال داكشي ديال لا سال دو بان. هادو هنايا الكنين دي طابي كما كتشوفوا، وهاد الغايو هذا ديال الشموع لي بوجي كما كتشوفوا، كاين صغار كاين كبار كاين الاشكال. وهنا هاد لي باني هادو كيسهلوا التنظيم وكيعطي واحد المنظر زوين، وبعض الاشياء بعض الديكورات. هنا داك لي بوا ديال لي بوا دو رونجمون كما كتشوفوا، وهنا هاد الجهه هادي كتكون في يعني في المدخل نورمالمون، هي الاولى نوريها لكم. هاد الجهه كيكون فيها بعض الاشياء الصغيره العاديه اللي كتكون رخيصه شويه، وهما مرخصينها بزاف، يعني دايرين لك واحد يعني هنا تقريبا كاع هذا الشيء كامل اللي كتشوفوا الاثمنه ديالهم 1 أورو 2 أورو 1 أورو 2 أورو، ما فيش حتى الثمن، وكاينين بعض الاشياء اللي 3 أورو، يعني اثمنه هذه هي الاثمنه في هذه الجهه هذه، يعني كان واحد الجهه صغيره يعني مخصصينها الاشياء الصغيره بحال هكا، ودايرين هذه الاثمنه هذه رخيصه، وعاد يعني كتفوتيها وعاد كتمشي عاد كتدخلي يعني يعني عاد كتمشي للاشياء اللي هي بالاثمنه ديالها الحقيقيه نيشان. هنا كاينين بعض الاشياء الصغيره في هذه الجهه هذه بعدا، يعني كتكون 1 أورو 2 أورو، بعض الاشياء بحال هكا رخيصه، ومن بعد عاد كتوصلي للاشياء اللي بالاثمنه ديالها اللي كل حاجه بثمنها الحقيقي، يعني ما يعني اثمنه متوسطه، ما رخيصه ما غاليه. من بعد ملي كتفوتي هذه الجهه كاين بعض الفوطات بحال هكا، كاين تقاشر، كاين بعض الاشياء، كاين قابات، كاين دوك المهم بعض الالعاب ديال الاطفال، بعض المنظمات دوك
ديال البلاستيك بزاف الاشياء. وهذه الاثمنه كيف ما قلت لكم انوغود بحال كما كتشوفوا باكيه مثلا فيها مقص مثلا ثلاثه ديال الاشكال كبير صغير متوسط مثلا. مهم بزاف الاشياء اللي هي زوينه مهمه يعني يوتيل ولكن يعني كتكون ناقصه بزاف الثمن بحال هادو مثلا ديال النظارات كيف ما كتشوفوا ديال اللينات مثلا. بحال هاد العقيق مثلا انورو بحال هاد الباكيه المقابض هذه مثلا راه غادي نشريها نورمالمون. شريت من هذاك الباكيه ديال المقابض وشريت من هاد لي بو هادو هاد لي بو هاد الصغيورين هادو مثلا بانورو كيديروا فقط هادو حتى هما شريت منهم. بحال هكا يعني هاد الجافيه بعض الاشياء بحال هكا الشموع ادوات بزاف ديال الحوايج اللي الاثمنه ديالهم ما كت ما زايداش على 3 زورو 4 زورو تقريبا. يعني هذا ميم هاد البليد هذا كيدير واحد 2 زورو تقريبا ولا. وهنا عاد كتمشي عاد صافي كتلقاي الاثمنه العاديه بحال هكا ريدوات لي دغا لي كوفرتور اكسيتيرا صافي تما كتلقاي الاثمنه العاديه. يعني كاينه غير ديك الجهه اللي فيها 1 زورو 2 زورو 3 زورو. لي بوط دو رونجمون شحال زوينين بحال هكا ديال التوب. سانكورو هادو منظمات مثلا يعني كيكونوا بحال هكا في لي مابل كديرهم من الفوق ولا داخل في لي تيغوار ولا هذا بلاطو مثلا يعني ديكور بحال هكا الشموع ولا. مهم يعني كيكون كتكون الحاجه عندها بزاف ديال الاستعمالات. وهذا الغيون الخاص بالشموع كاين كبارين كاين صغار كاين النكهات والالوان مختلفه. هنا tout ce qui est électroménager الآلات الكهربائية يعني من عصارة من اسبيراتور من هنايا لي زاكسيسوار بحال هكا لاستيكات بزاف. مهم هادو دي باطان ديال بلاستيك مزوقين بحال هكا نورمالمون تيكونوا الوان يعني كتكون الوان اللي هي مثلا كيكون اما زرق اما كحل اما. فهنايا كتشوفوا كيف ما كتشوفوا مزوقين زوينين. هادو ديال الاطفال اولا ديال الكبار اللي كيداروا مور العنق بحال اللي كنت سبق لي وريتكم يعني كتصلح السفر الطريق بحال هكا طويله باش ما وهاد الجهه هادي خاصه بالاشياء ديال يعني باش بحال هكا يعني اللي كيعجبو يصايب بحال هكا بعض الاعمال اليدويه بحال هكا كاينين العقيق كاين دي بيرل بحال هكا دي مهم دي شوز بحال هكا اللي كيصلحوا لبعض الاعمال بحال هكايا الا بغيتي تصايبي شي براسلي هكا ولا. مهم اللي كيعجبو بحال هاد الشيء هذا فكتلقاي يعني صاشي فيه بزاف 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 ويعني كيدير واحد 2 زورو بحال هكا يعني اثمنه جد مناسبه من فهاد الشيء هذا. اونورو كتلقاي يعني كتكون بزاف د الحاجات يعني اونورو. وهنايا لي بانسو هنا لي بانسو كيتباعوا بالوحده ماشي يعني كتلقاي وحده كديروا هكا الثمن ديالهم على حساب كان اللي 8 اورو كاين اللي 4 اورو كاين. المهم هاد الجهه كامله خاصه بلي زاكسيسوار لي بيجو والماكياج العطور الى اخره.
لي فون دو تان، لي زونتي سيرن، لي ماسكارا. المهم هاد الجهة عامرة، كاينة هاد الجهة كلها فيها هنا المكياج، فيها لي زاكسسوار، فيها يعني الكبيرة فيها غير هاد الشي. هنا نوريكم واحد النموذج اللي عجبني بزاف، ديال واحد بلاستيكا هكا اون تروس، اللي هي كيف ما كتشوفوا يعني ترونسبارونت، وفيها ثلاثة ديال لاتروسات لداخل كيف ما كتشوفوا. زوينين، عجبوني، عجبتني هادي. فكاين بلوينات، كاينه بهاد الفانيدي هادي كيف ما كتشوفوا الشيبي، ثم كاينه في الصومو، وكاينه في الشيبي كيف ما كتشوف في الشيبي. راه كيديروا 12 اورو، فزوينين يعني. ديك بلاستيكا اربعه د الحاجات بلاستيكا، وفيها ثلاثه ديال لاتروسات، يعني زوينه بزاف. كاين دي كوفري، المهم كاين بزاف د الاشياء. بالنسبه للاثمنه ديال جيفي، اثمنه اللي هي متوسطه عاديه، ما هيش غاليه وما هيش رخيصه بزاف. يعني ملي كنقول ما هيش رخيصه، يعني ما هيش رخيصه بحال مثلا اكسيون. اكسيون يعني رخص من جيفي، وما هيش غاليه يعني شي غلا، اللي هي ثمن عادي، اثمنه عاديه كتبيع زوينين، ولكن ماشي بحال اكسيون. اكسيون دائما ناقصه على جيفي، ناقصه. وبالنسبه لجيفي بحاله بحال بابو. بابو من بعد غندير لكم فيديو عاوتاني، ندير لكم جوله في بابو. بحال هاد البكيه هادي فيها طلق الاظافر، ثلاثه القريعات مع واحد تخوصه صغيره. راكم شفتوا الثمن ديالها كدير 5 اورو، يعني اثمنه مناسبه وعاديه. ولكن اكسيون دائما هي الاثمنه الرائعه، هي اكسيون، مكاينش ما رخص من اكسيون. والجوده يعني جوده ماشي 100%، ولكن مهم يعني مزيان صافا. تاع هاد المكازا تمشي يعني، ما حتى حاجه ما كتلقايش الجوده 100% دائما. يعني هاد لي مكازا وهاد المشتريات ديالي، شريت هاد لي دوبولي وكيف ما وريتكم قبيله من جيفي، اللي كيديروا 1 اورو، اللي شريتكم عاد الفيديو. ما شريتش بزاف الحاجات، يعني غير خطفت بحال هكا. شريت هاد الباكيه ديال المقابط هادي ب1 اورو، مزيانين زعما تليق للاطفال هكا. وشريت هاد الباكيه هادي ديال هاد المقابط هادو، في 24 ديال الخشب هكا، راهم صغيورين. انت الفيديو راه تسالى، ولا عجبكم هاد الفيديو ديروا لايك، وتهلاو في راسكم. بسلامه عليكم.